جويليا 2022 تلقاو كل الأخبار، كل التصريحات، كل المواقف على إذاعة الحيت اف ام في ريكاب ميدي. نرحب بضيفي سي حمادي البقلوطي، الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام اللي رافقنا حتى لساعتين تيلة الحصة متاع ريكاب. مرحبا بك سي حمادي. مرحبا بك ومرحبا بالفريق التقني ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله يكونوا عدى وعيد به إن شاء الله يا ربي. مرحبا بالناس الكل. تدسويت احنا باش نرجعوا على أبرز التصريحات اللي تبعناها في مختلف وسائل الأعلام، وسائل الأعلام الوطنية ولا الدولية، المهم تكون في علاقة بالاستفتاء مع زميلتنا سوار بن حميدة من قسم الأخبار. تدسويت في زابينج استفتاء. استفتاء 2022 على إذاعة الحياة فهمة. استفتاء 2022 على إذاعة الحياة فهمة. معنا في البلاتو زميلتنا سوار بن حميدة من قسم الأخبار. مرحبا بك سوار. مرحبا سيهام، مرحبا بسي حمادي، ومرحبا بكل المستمعين اللي تابعوا فينا على 93 وكافة الأوفياء لبرنامج ريكاب ميدي. شكرا لك سوار. دونك سوار باش ترجع بينا وتعمل بينا جولة في التصريحات. طبعا نحب نذكر بأنه المعادلة متاعنا اللي نخدموا عليها هي التساوي بين كل الآراء، ونحاولوا يعني لماكسيموم أن يكونوا معتدلين في أخذ هذه التصريحات، المهم تكون كلها في علاقة بالاستفتاء. أكيد كما كنت تقول سيهام، دونك احنا حتى التصريحات والتدوينات اللي خديناهم من باب التوازن ما بين المعا والضد، دونك نحاولوا أن نكونوا محايدين قدر الإمكان. نعم، شعرنا سوار نبدأ الزابينج متاعنا بتصريح لأحمد السويب المحامي والقاضي الإداري السابق، اللي يستنكر انطلاق الحملة، حملة الاستفتاء، ويقول كيفاش تنطلق حملة الاستفتاء منذ أسبوع، واليوم نحكيه على مشروع دستور جديد. يقول زادة يلزم ليزي تكون قدام الرهان هذية تثبت استقلاليتها. نسمعوا التصريح وبعد نرجع للنقاش. شنو بش يكون موقف العليا المستقلة للانتخابات؟ يلزم تستنتج النتائج القانونية من هذا التعديل، التعديل العميق، معناها تقريبا دستور جديد، دستور جديد. كيف نقول لك 46 نقطة تمست وفيها حاجات برشة تمس الأصل، دستور جديد، نجم نقول دستور جديد. وعليه أرى مبدئيا على الهيئة العليا للانتخابات حاجتي، يا إما تقول النص هذا خارج خارج اللجال وسيب ده السباق، احنا متاخرين جملة برشة وزاد تأخر سباق. هي الحملة عندها جمعة بدأت الحملة تالي الوه. تصورني أنا مشيت عملت لذا مدن، كملت حملتي على مشروع وبعد جاء مشروع آخر. إذن مبدئيا لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا النص في نص الاستفتاء، وإلا على الأقل باش تكون نزيهة الهيئة العليا للانتخابات بتوخر بنفس عدد الأيام، فما ناس بهذا نجم يبدل موقف وزيد بترجع لي الأيمان نتاع الحملة الانتخابية من نهار واحد، نرجعوا لي الكونتور زيرو. وإن لم تفعل أحذر، وإن لم تفعل ليزي ديجا هي بدأت تعطي مؤشرات في عدم استقلاليتها، تكون قد أثبتت كما قال قيس سعيد لا عليا ولا مستقل. دونك هذا كان تصريح أحمد سويب القاضي السابق والمحامي حاليا، يخلي الكرة في ملعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إما أنها ما تقبلش بالتعديل أو على الأقل تكمل 8 أيام اللي جايوا من بعد النسخة متاع 30 جوان، تكملها في إطار استفتاء، وبالتالي هوني بشي تغير موعد الاستفتاء. سي حمادي، شوف أنا شفت النقاط اللي وقع تداركها، حسب رأيي لم تغير في فحوى الدستور، هي أكثرها جانب شكلي أكثر منه في العمق في الفون. يعني رأيك في تصريح سي أحمد السويب اللي يقول لك هيئة الانتخابات اليوم عندها مسؤولية، يعني مسؤولية تاريخية. دايوغ هو اليوم فما اجتماع لمجلس الهيئة باش يتناقشوا في النقطة هذه بالذات، يعني أي راهو كل واحد هو حر يقول رأيه، معناها وقراءته من خلال خلفيته السياسية كذلك، ما يلزمناش نتغذاو على حاجة أنه كل واحد راهو يتكلم من خلال خلفية معينة. فماش واحد يتكلم هكاك على الهواء. يعني الأستاذ القاضي السابق بالمحكمة الإدارية نعرف مواقفه، وكل مرة يغير معناها حسب المزاج يعني اللي موجود. اليوم بالنسبة للنصوص ما ورد هي، شوف ثم حوايج المهمة في الدستور خطية، لا تبدل النظام الحكم، لا تبدل، هي كلها نقاط نقاط قد تكون بالنسبة للبعض مهمة برشا، وقد تكون هي تختلف الآراء عليها. دونك ننتظر، أنا رأيي أنها يعني
أنا مش مختص في القانون، وبالتالي كمواطن كي شفتها ما غيرتش برشا من فكرتي في الدستور. باهي نستناو موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وشنو القرار اللي باش تاخذه، وبين أنا ماك تعرفوا الناس كل اللي فما الآراء ديما مع وديما ضد والآراء تختلف. سوار نرجع وانتي تحكي على اختلاف الآراء، تصريح لرئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري لإذاعة الحياة فيم، ذكر أنه تصريح أحمد سويب كان لإذاعة موزايكا فيم. تصريح رئيس حزب التحالف من أجل تونس يقول أنه الدستور يستجيب لانتظارات التونسيين ويدعو للتصويت على الاستفتاء بنعم. نسمع التسجيل. اليوم يجب أن نصوت بنعم لأن المرحلة هذه لازم تقف ونتعداو إلى الجمهورية الجديدة. الدستور اللي كان في البلاد في 2014 لم يخدم المصلحة الوطنية، بل كان على قياس بعض الأطراف السياسية. اليوم أظن أن هذا المشروع يستجيب إلى انتظارات وتطلعات كافة الشعب التونسي، ويبدأ في بناء الجمهورية الجديدة، جمهورية مؤسسات، دولة مؤسسات، دولة القانون، ونطمح لأن نمر إلى مرحلة المؤسسات الفعلية والبرلمان الذي سيتم انتخابه في 17 ديسمبر 2022. اليوم المسؤولية جسيمة على عاتق الشعب التونسي، لذلك يجب أن يتحمل مسؤوليته ويذهب للتصويت بكثافة يوم 25 جويلية أيا كان بنعم أم لا، لكن هذا المشروع سيخدم الدولة وسيخدم المواطن التونسي، ولذلك أظن أن الشعب التونسي سوف لن يقطع مع هذا التاريخ 25 جويلية، ويكون في مستوى الانتظارات ويصوت بنعم في هذا المشروع. موقف سي سرحان الناصري يقول صوتوا بنعم، طبعا المشاركة مطلوبة في الاستفتاء مهما كانت المواقف، نعم أو لا كل حد من يعني من منطلق القناعات متاعه، المهم المشاركة في هذا الاستفتاء لأنه هو ممارسة ديمقراطية جدا. هكا ولا سي حمادي؟ الاستفتاء أرقى ممارسات الديمقراطية. مهما كانت النتائج نتعلم أنه نقول رأينا مهما كان مختلف، ويكون عنده وزن، وراهو رأي المواطن مهم في خاصة في المحطات الانتخابية. واضح. نرجو معك سوار. مكملين مع مختلف الآراء والتصريحات، المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي يقول أنه تنقيح الدستور ممتاز ويدعو من جهته للتصويت بنعم. التعديلات الدستورية اللي أجراها رئيس الجمهورية واللي تم بمقتضاها رفع اللبس في عدد من الفصول، أهمها الفصل الخامس والفصل المتعلق بانتخاب المباشر للبرلمان، وأيضا التدقيق في مسألة المحكمة الدستورية، إضافة إلى تجاوز كل الأخطاء الشكلية الأخرى من لغوية أو في ترتيب الفصول، كانت إضافة ممتازة معناها للدستور، وتقريبا معناها سحبت البساط من كثير من الأطراف اللي حاولت تستثمر وتأول الدستور على كيف، مع أنه الدساتير دائما هي نصوص علوية ونصوص قابلة للتأويل في العالم، لكن تم التأويلات متعسفة جدا على بعض الفصول. رئيس الجمهورية دققها بشكل جيد. أعتقد الآن أن الدستور يرتقي إلى وثيقة جد ممتازة لإدارة الدولة التونسية، حيث وحد السلطة التنفيذية. لذلك التيار الشعبي يجدد دعوة للشعب التونسي أن أمام فرصة تاريخية كبيرة لإعادة بناء بلادنا، ما يلزموش يفوتها، ويلزموا يقرر أنه يمسك زمام المبادرة بيديه في الاستفتاء ويصوت بنعم. دونك رأي آخر يقول نعم، ويرحب بتفاعل رئيس الجمهورية مع الانتقادات اللي رافقت معناها المشروع متاع 30 جوان في المقابرة، وفما أطراف أخرى معناها ما ترحبش بهذا التفاعل والتعديلات اللي جات بعد مصدر في الرأي الرسمي للجمهورية التونسية. الحاجة الباهية هو أنه ثم ناس معاه، ثم ناس ضد، ثم ناس ما عجبهاش التعديل، ثم ناس عجبها التعديل، وهذايا مهم جدا أنه في تونس نعيش حراك ديمقراطي وحرية الرأي مضمونة. واضح. نرجع معك سوا. في إطار حرية الرأي، زاد رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي في حوار لي في برنامج ضيف بلا قيود على قناة البي بي سي، قال أنه الاستفتاء بشأن مشروع الدستور الجديد سيجرى في ظل حالة من اللامبالاة الشعبية، ويقول أنه زاد بشي يمثل فشل لرئيس الجمهورية قيس سعيد. ليس من حقه أن نحن نعيش الآن عملية انعزالية إقصائية تقصي كل مكونات المجتمع السياسي والمدني لفرض دستور يعود بنا إلى ما كنا عشناه وكبدناه من حكم فردي مطلق. السيد قيس سعيد لم يقع انتخابه ليغير الدستور، وإنما ليرعى الدستور ويطبق الدستور، ثم ليس من حقه أن
ينفرد بصيغة الدستور دون مشاركة القوى السياسية والقوى الاجتماعية، ثم ليس من حقه أن يصوغ الدستور في كنف السرية. الدستور الذي يقترحه السيد قيس سعيد هو نظام سياسي رئاسوي، السلطة المطلقة بيد رئيس الجمهورية، السلطة التنفيذية الكاملة من حيث تعيين الحكومة، من حيث تعيين الوظائف المدنية والعسكرية، لا رقابة للبرلمان عليه، السلطة القضائية فكك المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية أضعفت. دونك هذا كان تصريح أحمد نجيب شيبي رئيس جبهة الخلاص الوطني اللي علق على المشروع برمته وإلا على هذا المسار بصفة عامة، وهذا موقف جبهة الخلاص بشكل واضح. طبيعي جبهة الخلاص من 25 جويلية موقفها واضح من أي قرار يأخذ اتخاذه، وهذا حاجة باهية. أهم ما يشد الانتباه أنه في تونس يمكنك أن تتكلم كسواء كنت معاه أو ضد، ويمكنك أن تعبر عن رأيك، وهذه فرصة لكل المعارضين أنهم يثبتوا أن عندنا في تونس معارضة قوية، ورأي المعارضة القوية مهمة جدا لتصحيح المسارات. فوالا، ومهمة جدا باش نحكيه على ديمقراطية، يكون فما الإيه واللي والبور والكونتر. نعم، والمعارض الشرس والمعارض القوي مش الضعيف. بالضبط. سوار نرجع معك، مازال عنا بعض التصريحات. أكيد مازال عنا بعض التصريحات والتدوينات زادة اللي باش نرجعوا لهم. تبع عن الباحث في القانون الدستوري رابح الخلافي في علاقة بموضوع التعديلات اللي صارت على مشروع الدستور الجديد، يقول أنه ما عندها حتى تأثير التعديلات هذه اللي أدخلها رئيس الجمهورية على نسخة مشروع الدستور، ويقول زادة أنه مش بش يكون عندها تأثير لا على دستوريته ولا على الرزنامة ولا على هيئة الانتخابات. يقول زادة أنه لا يوجد في النص ما يمنع هذا التدخل طالما أنه تدخل عرض تجويد الصياغة. يقول زادة أنه يتصور أنه التعديلات هذه مش باش تكون عندها اي تاثير على تاريخ الاستفتاء، وانه تاريخ الاستفتاء باش يقعد كما تم الاعلان عليه. واذا تقريبا في زابينغ سوار عدينا تصريح القاضي السابق احمد السويبي يقول لازم يتم تعديل موعد الاستفتاء او القيام بالاستفتاء على مشروع 30 جوان. بالضبط. ويقول زاد انه يلزم الهيئه تتحرك وتثبت الاستقلاليه نتاعها في الموضوع هذا. صحيح. باهي، شنو عن ناخر؟ انا لقيت شكون يتفق معي. نقرأ زاد سيهام وسي حمادي في بلاغ صادر عن ائتلاف صمود اليوم، يقولوا أنهم يدعوا للتصويت بلا على مشروع الدستور المقترح مع مواصلة الضغط الإيجابي. نوه الحزب في بلاغه هذا يقول أنه الهيئة الوطنية لائتلاف صمود تتفاعل إيجابيا مع رئيس الجمهورية ومع الدعوات الملحة للمطالبة بإعادة النظر في نص المقترح. يأكد البيان أن الخطوة هذه كانت جريئة من رئيس الجمهورية في التعديل، ويقول زاد أنه التعديل هذا عنده وقع كبير على مشروع الدستور ويدعو للتصويت بلا. دونك عنده بعض النقاط الإيجابية، ولكن في الأخير أكيد يقول لا. به، شنو عن آخر سيوار؟ عنا سهام تدوينة لليلى حداد عن حركة الشعب، تقول فيها نعم للدستور الجديد، نعم لدولة الشعب، وهذا يمثل موقف حركة الشعب ككل حسب التدوينة اللي نشرتها ليلى حداد على موقع التواصل الاجتماعي. تقول نعم شاهقة. نعم نعم شاهقة. نعم يعني من القلب. من القلب، وهذا يعبر على موقف حركة الشعب. نعم. اللي هي مع الاستفتاء والدعوة للتصويت بنعم. دايوغ قاعدين نشوفوا في التدوينة الكابتور متاعها على في الفيديو، معني على صفحة رسمية للحياة فهم. كما قاعدين يشوفوا المستمعين واللي تابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فهم، يجاوبها النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحاجي، يقول ليلى حداد قالت نعم للنص الجديد، قبل بجمعة قالت لا، قالت نعم للقديم، قبل قالت نعم للقديم، نعم للقديم ونعم للجديد. زاد مازال الموقف مش ثابت. يقول زاد اعتذر عن كل من انتخبني، اني كنت يوم في نفس الكتلة مع هؤلاء، واستثني الصديق سالم لابي. ويقول كيفاش معناها في حركة الشعب نعم للنسخة متاع 30 جوان وبعد التعديلات تقول زادة نعم زادة على اعتبار وإنه فوالا. نشكرك برشا زميلتي سوار بن حميدة من قسم الأخبار، يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه التصريحات والتدوينات في قراءة لمختلف المواقف وفي إطار التوازن أيضا بخصوص الاستفتاء. نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر وبعد نرجع ناخذ أولى الضيوف متاعنا اليوم في غيكات ميدي. الحياة فهم الحياة فهم زهر.